سامعيني؟ ألو يا جماعة، أنا على الهواء ولا تحت الهواء؟ ألو بقدر أحكي؟ يا سيدي، سواء كنت على الهواء ولا مش على الهواء، المهم تحكي وتشكي. برنامج على الهواء، رام الله. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم برنامج على الهواء، واللي بنعطيكم فيه المجال في طرح مشاكلكم أمام الناس والمسؤولين. فأهلا وسهلا فيكم. يا جماعة، مشان أي سيدي، عشان جاي علي هود حاطيني، بدي أحكي مع مدير. خيصك معنا اتصال، بنقول ألو. أيوه أهلا وسهلا، مين معنا؟ بدي جين معك. يبحي يبحي مياد. من وين تحكي يا أخ ربحي؟ بحكي من دواي الأسود المنايا. يا مالله، تفضل يا أخ ربحي، اطرح مشكلتك انت على الهواء. بطيح مشكلتي. شو يعني؟ احنا ببيت ديمقراطي، مش خايف. مشكلتي يا مذيع مع البطايا. شو 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 بطايا هاي؟ بطايا؟ بطايا. بطالة. بطايا، عيك نور، عيك فهمت عيل. المهم، انا مش مياكي شغل وصي اي بعتشهي وانا بدوي، وفيش شغل في البيت يا زلمه. طيب شو مهنتك يا ربحي؟ انا بيت محتيف من البيتة الناديين في البيت، لاني بيمي جميع انواع البيات، صيني، مزايكو، وكياميكا، وبكسوي كمان. اوكي، معك شهادة دارس يا ربحي؟ شو خص الدياسة بالبطايا؟ بعرف اكيا واكتب. يعني افهم من هيك حاليا ما بتشتغل؟ شو مايك يا مذيع؟ ما يبكويك اني بدوي عشغلي مش مياكي، وانا يا ليش اتصيت فيك؟ مش عشان تحيي مشكلتي وياكي شغل وعيش زي الناس وافتح داي واتجوز واستكي؟ طيب يا اخ ربحي، احنا راح نرفع شكوتك لوزير العمل مباشره. هيا هيا بياهي تسكت يا مزي، انا وزير عمي هذا، ما هو وزير عمي اصلا، بس ما تجيب شيء حدا عمايو بدوي عشغلي بايت تايم، احتمال كبير ين عليك هسه بعد ما سكتي معه. ليش هالحكي هلا؟ ليش هالحكي هذا؟ شو ما بصير بقول لك وياي عظيم، هسه بطيع بتشعبط هسه على اسد من هالاسود العدواي، وبحيك حالي زي ابو عزيزه تبع اليمن، وهي كميه الجزيره بتصوي، وهات مظاهرات في البيت. لحكوا عن المظاهرات يا حبيبي. شو تحرق حالك يا زلمه؟ بدك تأمين انتو؟ بدك تحرق حالك؟ بدك تحرق حالك؟ تعال 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 ما بديش احياك، بمزح. امشي بمزح وحيات هيا، بمزح. امشي. الو الو، شكله راح ربحي، نزل اشارة بيكسل فادي.